ليش الخميس حلو؟ هذا في لايف من الاستوديو. ايه وهذا ترى كله اتوقع قاعد يصير حقنا احنا. احنا نستانس اكثر صدقون. يعني هذا كله عشان احنا نستانس. انطر الخميس نطره. ايه انطر الخميس نطره وشوفوا لابد شي عيني شي على الكرسي هذا. الله استمتع استمتع لان دائما فعلا كل خميس احنا نستمتع بضيوفنا اللي يون يغيرون جونا ومودنا قبل الويكند باصواتهم ولا موهبتهم الجميله الرائعه. اليوم موجود او موجود عندنا بالاستديو مشاء. صباح الخير. صباح النور. هلا والله. نوعك تقومين الصبح ولا لا؟ قولي الصج قولي الصج بكل كل كل يعني مصداقية. لا تجاملين عادي. انا شفت شو تلفين شيء هذه تقريبا يعني رتشيكه هذه تقريبا. صج والله الصبح ترى فعلا الواحد عنده شعور ترى وايد صعب. سليني اليوم تجربتي سيئه جدا. ليش؟ ما ادري احيانا تكوني انت متبرمجه على قعده الصبح وفجاه الالارم يخون فيك فممكن ان انت تنتهين بالموضوع ان انت ما تقومين. انا احب قعده الصبح مالت الدوام. صدق والله قعده الدوام وانا رايحه المدرسه. اي هذا شلون والصبح رايحه وابتسم عادي زحمه وهرنات قاعده. سعيده جدا حيل. المهم اوصل الدوام. الله عليك يا مشعل. الله عليك يا مشعل. مشعل بقول لك شغله يمكن انت ما تدرين عنها بس صار الوقت اللي اقول لك اياها. تقريبا قبل تقريبا 3 اشهر في فتره رمضان ان شاء الله يا رب دائما ينعاد علينا وعليكم بالخير الصحه والعافيه كنت اسمع في فقره تتسجل عندنا واسمع صوت جدا جميل. اوكي. وكل ما تشتغل الاغنيه كان وقت البريكات عندنا البريك هالحلقه المسجله اسمع أوكي. الصوت الجميل واسكت واسرح واقول حق عبد الرحمن وايد الصوت حلو. اخيرا اخيرا عرفت انه منو ورا هالصوت هذا. كنتي انت يا مشاعل. عندنا فقره الحلقه رمضان. اوكي. اي اي فالمسلسل الجميل اللي كنا مسوينه قصه حبي انا. تخيل انه فعلا كنت اسرح واروح عشان اذا كنتي ناسيه وللحين ما قعدتي خل اسمعك واذكرك فيها. نسمع. كل قصه حب لها بدايه ومهم شلون بدت. الاهم منو بالطريق جرحت ومنو بالنهاية فرحت. تذكر لما توعدنا ان احنا نبقى انا دونك عمر ما لا اي معنى. تعال نجدد ماضينا ونحيا انا وانت يا قصة حبي. الله هني انا لا 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 بس كنت استمتع فيها وايد والله. شلون التجربه كانت؟ وايد حلوه وايد جميلة. يعني لها طابع ثاني. إيه؟ لها طابع يعني ثاني. انضم حق الاشياء اللي تشيك افتخر اي شي ها تشيك ليست مشاعل هوبا مرينا صح. انزين مشاعل كلمينا عن هذه التجربه بما انك انت بالنسبه لك استمتعتي فيها وقاعد تقولينها الحين وان انا ضفتها بالسي في تشيك صار عندي. شوفي انا اول ما كلمني ابو محمد نحن عندنا فكره وليد سراب جيتي هني قال لي بس بوريك الكلام ونحاول. لا ابو محمد بس اذا قالت بس يعني بياخذ ادري قولي يعني دقائق من وقتك. لا انا مو هو مو دقائق انا ادري فادري ان انا وراي مفروض ما عندي شيء فكان كلام يعني اذكر قبل هالمره مع نسيت والله اي برنامج اللي هو قبل رمضان قاعد يتكلمون عن برنامج رمضان قلت لهم كان جملة موزة وجه لها تحية يعني كنا بنسوي لها سبرايز فوراني كان يقول لي شلون إذا بنضبطه شلون إذا قلت الكلام مكسور يعني لازم شوي نعدل عليه ونقعد ونعدل هو كان كلام بعدين صار جملة لما صار لا 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 آخر شيء صارت الثيمة مالت البرنامج فصارت الثيمة مالت البرنامج هي هذه بس عطت الروح صح المطلوبة صح زين على هذه يعني قاعد أشوف في خبرة في الأصوات اللي عندك والكلام والطبقات وكذي إحنا في عندنا صوت مميز بالكويت دائما يشار له اللي هو الفنانة سناء الخراز زين بس إنه قاعد نسمع إنه في ملقبينك بخليفة سناء الخراز إيه نعم شون هذا اللقب؟ أوجه له تحية الشيخ فهد المبارك. كنت توني أول حفلة وأنا طالبة حلو. كنت توني مستجدة عندهم
فغنيت وطني النهار أول حفلة أطلع فيها على المسرح كطالبة مستجدة. فغنيت أول شيء ومعنا كان طلال سلامة، الفنان طلال سلامة، وفدوة، فدوة المالكي. فأول مرة أنا غني، غنيت وطني النهار مرتين بالمقدمة، بعدين قال لي لا راح تطلعين مرة ثانية. عقبها قال لي أنت خليفة سناء الخراز، واللي أكد لي على هالكلمة الفنان القدير اللي عسى ربي شافيه شادي الخليج. الله، التقيت فيه كذا مرة، قال لي أنت نفس صوت أختي، نفس صوت سناء. وأنا إنزين مشاعل، إحنا الحين قاعد نتحكى ونقول أنت خليفة هالصوت، هذا اللي يعنينا إحنا كلنا ككويتيين. يعني الحين لما أحد يقول خليفة سناء الخراز، يعني أنا ما شلون قلبك ما يرجع، أو شلون أنت مو منهارة، لأن هذه مسؤولية ترى يرتبط اسمك معاها جدا. فاليوم إيش كثر أنت ماخذ الموضوع جد، وماخذته إن هذه مسؤولية، الحين أنا ممكن اختياراتي تأثر على الناس اللي عطوني هذا اللقب. صح. شنو بالنسبة لك حجم هذا الموضوع؟ شو قاعد تختارين الحين بناء عليه؟ شوفي، أنا أساساً أغني وطني، عقبها لا قمت أميل للأغاني التراثية القديمة الثقيلة. حلوين؟ بالإضافة إلى أغاني أطفال، الأغاني الهاتفة، الرسالة اللي قاعد توصل. أنا بعيد عن السكة العاطفي والكلام اللي قاعد أعيده كل مرة. بس متى أختار؟ متى أختار؟ إذا كان اللحن ثقيل، الكلام موزون، ممكن الأغنية توصل من 7 إلى 9 دقائق، مو شيء قصير سريع نهائيا. فوايد قالوا لي طلبتش يعني ما تشوفينه صعب، مو مشكلة، مو مستعيلة عليه. إذا كان ثقيل اللحن يتم معاي عمر. صح. أنا لما الحين أقول لك أرجوك أرجوك، شو يصير؟ الله، يصير قطيناش بالجدر. شوفي بقول شغله، صح صوت جدر. سولفتي وايد للامانه وقاعد اندمج معاك القصص، ولكن طمعان اني اسمع ابي شيء ثقيل. حين الناس يقولون لنا سناء الخراز وخليفته وطنيين، غني وطني ولا نروح شوي قديم؟ احنا بنقطت بالجدر، الجدر الصدى هذا. شوفي وين يوديك. ناخذ، والله ترى انا فعلا ناخذ مجيد. انت جبتها على الجرح كلش، ما دريتي. اي مجيدي، شو يصير فينا مجيدي؟ والله وما ادراك مجيد، خاصه بعد البوم الجديد هذا حاليا. يعني قاعد نستمتع احنا بالفتره، المايك عندك وقت ما تبي راح نسمع شيء قديم. اجمل شيء القديم. احتمال انسى حبك، احتمال 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 اني ارد لك، احتمال احتمال، لكن الشيء الاكيد حتى لو انت بعيد، لكن الشيء الاكيد حتى لو انت بعيد، اللي حبيته بحياتي للأسف للأسف انت الوحيد. احتمال احتمال. الله 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 يا مشاعل، وديتينا مكان ثاني. اللي احنا ماشي ندز المايكات ونقعد الحين ونقول لها كملي وغني. اختيارك ان انت حددتي الحين ان انا ابي اتم بالوطني واتم بالتراثي، وهذا شيء ترى نادر احنا نشوف بنت صغيره بهالعمر تاخذ هالسكه. صح. وايد سهل ترى ان نغني عاطفي، وراح توصلين حق شريحه موجودين اكبر وبتنتشرين اكثر. هذا الحين لما تتمسكين فيه، ليش؟ هل تحسين لأنه يمثلك، ولا يعني طبقة وخامة صوتك تتحمل هذاك أكثر من هذا؟ أولا طبقة الصوت تتحمل هذاك أكثر من هذا. ثاني شيء، في الكل موجود قادر أنه هو يغني، قادر أنه هو يدش في هذا المجال. أولا أنا ما قاعد أطالع الموضوع فانزات ومعجبين ومعجبة، أنا ما قاعد أطالع، أنا أبي السميعة الذويقة، أبي مستمع ليسمعني قال الله
يعرف هذه الجملة الموسيقية صح، هذا العرب هني صح، يصيد عرب يعني لما يسمع يسلطن كثر ما أقدر أخلي حتى العرب والحليات مو موجودة، ما حد قاعد يستخدمها، تصير هذه العربة أمبي مشاعل، هذه عربة مشاعل، فشوي أنا يعني شوي ماسكة. أنا أحب الطريق اللي أنتي ماشية فيه، وأحب إنك أنتي حاطة هدف، وأحب إن أنتي تدرين وين رايحة. جميل الواحد يعرف هو شنو يعشق وشنو، لأن أنتي كثر ما حبيت الشيء كثر ما راح تبدعين فيه. صح. ما زلت أرد أقول أنا طمعان إني أسمع. نسمع شيء ثاني. نسمع شيء ثاني، المايك عندك. لا شوي راح نروح شوي شيء جديد يعني. أوه. بس مو جديد جديد لا. على الذكرى ترى الميعاد باكر تبادلني مشاعر قد فينا أنا وشوقي وإحساس ومشاعر ولا هم تعب وما وقايا حلم من أحلام شاعر يدور ما بقى يا مدينة أحاول بس أنا ماني بقادر رهين الوصل وش واقي رهينة على الذكرى ترى الميعاد باكر تبادلني مشاعر قد فينا أنا وشوقي وإحساس ومشاعر ولا هم تعب ومال حزينة. حتى لما تغني أغنية وهي تكون من الأساس حق فنان أو فنانة هي مشاعل قاعد تأخذها وتحطها بستايل بستايلها هي، توقيع مشاعل يعني الناس حلم تسمع تقول لحظة هذه الأغنية مالت منيو، تحسها كأنها هي مالت مشاعل بالضبط. اليوم ما شاء الله عليك انت قاعد تنتقلين من يعني او عندك اكثر من مهاره، مو مجرد ان انت طموحك ان تكونين مطربه او مغنيه، اليوم قاعد اتكلم ان انت مدربه صوت، مغنيه، مدرسه تزفين كلهم لو تحلهم موسيقى احس تزفين اي واي يبين حبايبي عندي والله عندي سؤال ترى كلك صير مو هين اي هذا السؤال عشان بس اتاكد واقطع الشك باليقين، المثلث ما زال موجود؟ موجود هي بس ترى هو اساسي للعلم اي ادري انا هي يعني آلة او ايقاع اساسي لا جو ثاني مشان انا يسموني طلب مثلث عشان تي انا قاعد احاتي ان المثلث موجود فموجود لا موجود موجود ما شاله ما شاله اطمئن قلبي بس طوروه صار شوي اكبر كان صغير قبل صح 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 اقرب على قلبك شنو بالنسبه لك ان انت مدربه صوت ولا مغنيه ولا معلمه ولا شنو او يمكن شيء انا احب التدريس احب التدريس ومن صغري يدي الله يرحمه كان يقول الله يرحمه وين الابله وين الابله يات الابله منو يانا أقول له الأبلة أنا كم عمري يعني يمكن ترى 12-13 أحب أدرس يعني قبل بنات خالاتي أقعدهم أبوي كان يشتري لي لوحة أسوي لوحات قبل الويكند كان أربعة خميس أي الله أربعة خميس يعني بالزوارة أزهب الدرس أحب أشرح وأخذ شخصية الأبلة بس حجاب وتنوم أبلة فمتولعة بالتدريس هذا واحد اثنين التدريب ما كان ببالي بس في جاتي مشاعل يعني شلون أنا أعلمكم أنا أعلمكم يعني فلما دشيت المركز ما أدري سير أقول اسمه ولا ما أدرب في مركز ميلودي سنتر فلما كلمني رئيس المركز أوجه له تحية وهو صار وايد شخص قريب مني يعني يسمعني يعرف شنو أنا أبي يعني شنو حتى لو أقول أحس ودي أسوي كذي
وقلت له ترى أنا بطلع نغم الصباح غني كذي أحس كذي الصبح الناس يعني. الله. فأوجه له تحية أستاذ علي البشر. احنا نوجه له بعد تحية. إيه. استاهل استاهل. عاد إن شاء الله اختار اختيارات زينة ترى أنا. الحين بعد شوي بعد شوي. لحد الحين أنت ولا أروع. زين الحمد لله هذا اختياراتي الحين بعد شوي اختيارات. زين أشوي. يعني شوي خفت من الموضوع لأن طالبات منهج قاعد أمشي درس غير لما كبار يعني الحين أنا لا بدرب صوت صح وأنا أساسا متخرجة من تربية الأساسية تخصصي فويس أوبرالي يعني فاللي قاعد أسوي مو منهج أنا قاعد أمشي فيه حتى متدربين يقول لهم أنا ما قاعد أعطيك درس أنا ما قاعد أعطيك منهج أو دراسة أنا درستها أنا قاعد أعطيك تجربة أنا عايشتها جميل شلون انت تطلع البحة شلون انت صوتي دز هوا صوتك شلون انا ممكن اطوره في دراسة المقامات ولا النغمات ولا ركوزك ولا يعني هو موسيقى ترى بحر بحر اي بحر بحر وانا اللي اعرفه ترى بحيرة قمت اعرف شوي يعني قمت تواضع اي يعني التدريب متولع فيه يعني حتى لو شنو يصير لي من ظروف الجدول أخليه فل دائماً كثر ما أقدر ما أعتذر يعني إلا بالشديد القوي شلون مستمتعة شلون طريقة التدريب يعني واحد يبي يدرب صوته إيش كثر تحتاج هذه العملية مثلاً الحين طلوب عندنا صوته حلو أوكي أوكي حتى أنا مقتنع بس قلت له حلو شكراً يا أسطورة يبي يدرب عندك شوف أول شيء أقول له أسمع صوتك أسمع الصوت التون الركوز القاعدة الأساسية السرعة الزمن موجود عندك ولا ما عندك حتى لو بتغني لي فالت راح تعطيني الإحساس وما راح تعطيني الإحساس في وايد من المتدربين تعبنا عليهم يعني تعبت وايد عليهم لين وصلوا للنتيجة اللي ترضيني وترضيهم بحيث إن لو أحد يسمعه شلون أنت كذي شلون أنت قمت تغني كذي يعني حتى المفاتيح أقول له سوي كذي هني لا تسوي كذي أحفظه لدرجة أوصل إن أنا أحفظ عرب أحفظك العربة بس ها أتغنيها بمكانها الصح يلا بلش يلا تفضل شوفي أنا أقدر أقول لك إن العرب مو موجودة أوكي الفالت مو موجود الحليات الركوز مو موجودة أوكي النشاز اللهم لك الحمد عالي ها عالي بس مخلص باللحن هذا ما هذا يعني زين الزمن موجود السرعة موجودة والكلمات غلط الكلمات غلط شكرا بس اللحن موجود أهم شيء أشوف عندها الصبر عندها أبلغ إيه 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 ما عندي مشكلة أنا ليش أغني ومشاعل موجودة مشاعل المايك عندك يلا اختيارات الدكتور صح يلا نسمع قال لي يلا نسمع ترى الليل عودني على النوح والسهر ترى الليل عودني على النوح والسهر يذكرني بيا الهوى يوم أنا شاري أنا شاري عاشرا صفالي بالهوى والهوى أمر عاشرا كم بحت الأسرار أسراري الله على حد القديم ترى وايد اروح العالم الثاني يبكي راسنا ترى مشاعر على هالطاري منو المطرب او المطربه اللي امنيتك انك تغنين معهم غير سناء الخراز غير سناء الخراز الفنان حمد العماري اوه و شوف خير صعب مطرف وغنيت مع رويشت أنا أدري أنا أدري أدري على المعلومة هذه أنا أدري على المعلومة لأن أنت من قلتي أول شيء إن عندك مثل تشيكليست شفتي الحماس اللي كنتي فيه يوم تكلمنا عن مقدمة المسلسل فقلتي هذا تشيك بحياتك الموسيقية
ما شاء الله عندك وايد امور انت كنتي ماشيه فيها وقاعده اشوف عندك تجارب كثيره وايد. عندك اغنيه بعد نزلتيها ب 2020. ليش ساكت؟ اي مع علي البشر. شلون كانت التجربه؟ حلوه، لقيت صدى حلو. بتكررينها؟ لا. ليش؟ إيه ممكن أكررها، قلت لك ممكن أكررها إذا كان اللحن ثقيل يعطيني السبعينات الثمانينات بحيث الأغنية توصل 9 دقائق. توزيع لحن شنو الكلام؟ يعني حتى لو الكلام يكون الكويتي بحت، أنا ما أبي هذا الكلام الدارج الحين، ما أبي الأفئهات اللي موجودة الحين، كلنا نقدر نقول، بس في كلام كويتي ترى الأغلب ساعات شنو يعني هالكلمة؟ أنت كويتية وايد، أنت كويتية، أبي هذا الشيء الثقيل اللي تم وياي عمر. لو تسمع واي هذه سنة 2021 تذكرونها؟ تذكرون 2021؟ أنا أبي هذا الشيء. والله شعور جميل صراحة. إنزين، في شغلة جديدة أنت قلتي الحين، شيء جديد شيء عتيج وتعاون تنزلين فيه الحين. إيه إن شاء الله اليوم. شنو؟ مدلي مجيد إن شاء الله. ما أدري أقول ما أقول. نبي الحصري. إيه إن شاء الله. سجلنا مع منصة فو، أوجه لهم تحية. المنصة اللي قاعد تضم مجموعة من الموهوبين والشباب والطاقة الشبابية، واللي قاعد يعني شيء وايد حلو، لو مهما أتكلم ما راح أعبر. فجدا سعيدة في هذه التجربة. أول ما كلموني إن عندنا فكرة برنامج، أقدر أقول اسم البرنامج؟ أنا ما أدري. أنت ليش حاسسين إن أنا الأستاذ وأنت الطالبة؟ الماركتينج راح يخصمون منا إحنا على كل اللي قلتيه، مو منا أنت. لا إن شاء الله، لا الأمور سليمة. فلما كلموني إن إحنا حابين إن إحنا نتعاون معاك، وهذا بالعكس وايد مثل شعوري لما كلمني أبو محمد أستاذ وليد سلام. بالضبط نفس الحماس اللي تفيه. تخيلوا منو كلمني مارينا أفأ كذي. الله. فلما كلموني قالوا لنا بفكرة وكذي، قلت لهم راح أسوي مدلي. شلون؟ قلت أنتم مو طرحتوا أغنية، أنا ما أبي مشاهدين. أنا ما أبي أدز لك لينك، أنا ممكن أدز لك اللينك مع رابط الأغنية، أنت راح تدخل وتطلع، بس نحسب عليك مشاهدة. صح. أنا ما بنحسب عليك مشاهدة، أنا بك أنت بنفسك تدخل تدور منو غنى أم بي سمعتها، وأنت تدخل وتدور. بالعكس هذا شيء وايد حلو لأنه سميع. فقلت لا، مدلي مجيد. غنيت تقريبا 4 إلى 5 أغاني لايف معاي. أوجه له تحية أستاذ أحمد بوحيمد، عازف القانون، مو أول عمل طبعا يجمعني معه، وإن شاء الله إن شاء الله يليق بمقامكم إن شاء الله. ننطر إحنا متى نعرضه عندنا إن شاء الله. بالعكس وناسة. إيه والله إحنا ناطرينه، اليوم راح يكون موجود بإذن الله إن شاء الله. تكفين إن شاء الله. بس عندي سؤال على هالنقطة، أبي لك يعني عندي شرط معين، ما أبي أنزل عن كويتي عتيج وتسع دقائق. الحين لما الشيء الجديد اللي الحين نازل فيه مجيد، مدلي مجيد بس إيه؟ أغاني قديمة في بين ميكس. أنا ترى وايد أحب الثمانينات، معنا مو مواليد الثمانينات بس أميل لأغاني الثمانينات. فيهم زين مواليد الثمانينات؟ ما فيهم شيء بالعكس. الثمانينات قاعد أحبهم. حافظوا علينا والله. حتى إحنا التسعينات حافظوا علينا، عملة نادرة علينا والله. لما طرحت كذا فكرة شفت أن اللي قاعدين أغلبهم أيد أن أنا أغني مجيد. ما عندي مشكلة، أنا عندي إمكانية أن أنا أغني، ما عندي مشكلة في أي شيء. بالعكس يعني أغاني عبد المجيد عبد الله في ترى السميع. أتفق أكيد. اللي يسمع ويعرف وعنده ذوق وتلقاه حساس، ترى جيل الثمانينات أنا أقولها نشكرك بصراحة. والله العظيم يعني ترى عندهم حالة بروحهم، أحس أنتوا بروحكم بحالة. صح. وإحنا بحالة يعني، فلكم جيلكم ولنا جيلنا. فحبيت أن أنا أدمج هذا الشيء بتجربة حلوة، وإن شاء الله تنال على إعجابكم وتطربكم، وأكون عند حسن ظنكم دائما. يا رب. مشاعر دائما الأوقات الجميلة تمضي سريعا. صح. الويكند يعني رائع وجميل، وعلى قولتهم في أكيد أكثر من شخص الحين قاعد يفكر
الأجمل اليوم أن أنت منورتنا، الأروع أن سمعنا صوتك، وحبيت حبيت إيش كثر أنت عندك هالباشن، عندك هالرغبة هذه. أكيد والمتأكد أن الأغنية راح تكون شيء جدا جميل بإذن الله، راح ننطرها. راح يكون الختام عندك بغنيتك، إحنا بس حاليا راح نقفل قفليتو. إحنا نقفل ونسلمك أنت المايك وتكفلين وخلاص نطلع. أصدقائي ويكند سعيد لكم يا رب إن شاء الله. شكرا عسى ما شفت ما تقول ويكند صرنا سبيتش لسه احنا عارفين ناطرين الاغنيه وراح نستمتع بالويكند طويل. كانت هذه حلقتنا وقفالها راح يكون في الاغنيه. كنا معاكم انا عبد الرحمن الخميس وانا والمرزوق وانا طلوب هزار وعزيز ومشاعل والمايك عندك. إلين اليوم إلين اليوم وانا ولا مريم ولا مريم إلا في تحريهم ولو طال انتظاري سنين وسنين وسنين أكيد بيوم ألاقيهم لين اليوم وقلبي دقته أسرع لين اليوم وردي بالندى يدمع لين اليوم وقلبي دقته أسرع لين اليوم وردي بالندى يدمع ولا أدري الندى من وين من وين يمكن يكفي رجيهم. شركة الجرين البترولية أكبر مستثمري القطاع الخاص في مجال صناعة الكيماويات البترولية في الكويت. تحتاج لسفرة بعطلة نهاية الأسبوع؟